Kita tahlil, tahmid, takbir juga kita Ummul Qur'an dari surat At-Takatsur sampai An-Nas. Sebelum kita berdoa, yuk sama-sama ya, sama-sama kita doa dengan senandung doa Ummul Qur'an atau doa dalam membaca Qur'an sama-sama. Allahumma rahmna bil Qur'an ترفعنا بها عندك اعلى الدرجات وتبلغنا بها اصل غايات من جميل الخيرات بالحياه وبعد الممات انك سميع قريب مجيب الدعاءات يا قضي الحاجات يا كفي محمد برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اجعل واغسل الثواب ما قراناه من القران العظيم اللهم اجعل واغسل الثواب ما قراناه من القران العظيم وما حللنا وما سبحنا وما استغفرنا وما صلينا على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم قديرة واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة إلى حضرة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولأساتذتنا ولمعلمينا ولمشايخنا ولمن أحسن إلينا ولمن أحببنا إلينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ثم إلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى روح المرحومة ابنة لله المرحومة هجة سيتي جبيدة بنتي هجي مغني هجي مغني الله فكنا بنتي بن هجي مرهيب ثم إلى روح المرحومة يهنا فكنا هجي سلواني بن هجي عبد الله المرحومة كنا هجي عبد الله بن هجي علوي ثم إلى روح semua sebut almarhum kakek Nasir Sumailaruh almarhum Bapak Sumailaruh Pak Sabar Sumailaruh Hisan orang tuanya Hisan orang tua San Sumailaruh Bapak Mandi Allahumma
اغفر لها وارحم والديها وكان الله مغفر وارحم وغفر اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعافهم اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم اللهم انزل الرحمه والمغفره والرضوان واهل القبور من المسلمين والمسلمات semua ya Allah yang kami sebutkan kami mohon daripadamu ya Allah almarhum almarhumah semuanya ya Allah irfa lahum ad-darajat wa da'if lahum al-hasanat wa qabbilhum as-sayyiat wa adkhilhum al-jannata ma'al abad wal ummahat ya ayyatuha an-nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi وادخلي جنتي ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم الحمد لله يا الله أكمل حمده وأنعمه على كل حال وفي كل حال ونعوذ بالله من أهوال أهل الضلال في الضلال سبحانك يا ربنا لا نحصي ثناء عليك وما أنت أحصيت نفسك ولك الحمد حتى الترضى ولك الحمد قبل الرضا ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد إذا رضيت عنا دائما أبدا يا رب العالمين رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اشرح بالقرآن اللهم اشرح لنا بالقرآن لبنكن hati kami dengan cahaya Al-Qur'anul Azim اللهم اشرح لنا بالقرآن العظيم صدورنا ويسر لنا به أمورنا مدكن segala urusan kami وعلمي أجورنا وحسن به أهلاقنا بغسكن أهلاق kami وواسع به أرزاقنا لواسكن رزقي kami ونوروي قلوبنا ترمكن hati kami يا رب العالمين أثبتنا يا الله أثبتنا اللهم على قراءتنا هذه dengan sebab dari kau tetapkan atas bacaan Quran kami semua ini ya Allah wa qira'ati min qur'aha wa anta ta'lamu bi as'aihim thawaban jazilan wa ajran aziman wa taqabbalha minha wa minhum man ihsanik qabulan hasanan mubarakan jamilan Allahumma ja'al ثواب ما قرأنا وبركة ما تلونا وما صلينا على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وما هللنا من قولي لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية ورحمة منك نازلة وبركة شاملة أقدمها وتهديها إلى حضرة رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم semua tilawah Al-Quran yang kami baca kami niatkan ya Allah atas ridhamu ya Allah huruf demi hurufnya ayat demi ayatnya surat demi suratnya ketuaman keutamannya semua ya Allah atas izin ridhamu ya Allah untuk almarhum almarhumah yang kami sebutkan tadi khusus dalam khutbah tahun ini untuk ibunda almarhumah Siti Jubaidah binti Haji Sanwani Ibarakati Rasulillah Muhammadin ibn Abdillah Sallallahu alaihi wasallam Bibarakati Muhammadin Berkat kasihmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam Umailawi abayina Wa ikhwanina minal anbiya Wal mursalin Wa ilal malaikatil mukarrabin Wal mukarrabin Wa ilal arwahi sadatina Abi Bakri wa Umar wa Asmara Wa ilal bakiyati sahabah Wal qaraba wa tabi'i 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 Nama tabi'i yasin la yawmin din Tumma ilal rahal wa ilal bahagia Ahimadil mujtahidin وإلى أرواح أولياء الله سلوهان في مشارق الأرض ومغاربها وكان الكون منهم في علمك يا رب العالمين ثم إلى أرواح أهل المعلى والشبيكة معلى أهل سمو أهل مكة قبور yang ada di معلى والشبيكة قبور yang ada di
Madinah wal Baqi, kubu yang di Baqi juga, wa matil muslimin wal musliminat min ummahati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam ajmain summa ila rahim mandufin hal masjidin nur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al lana imama wa nura wa huda wa rahma Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafana waj'al lana dunya ya rabbal alamin Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha waj'alna min hijji dunya wa adzabil akhirah rabbana taqabbal منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Semoga kita pun satu saat akhir hayat kita husnul khatimah dengan mengucapkan kalimat tauhid. La ilaha illallah. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سر الفاتحة